الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. السلام عليكم اخوي الكرام متابعي قناه فتحي جيمر دوزاد. اليوم اعود لكم في هذا الفيديو الجديد اخواني الكرام، لكن قبل بدء الفيديو نقول لكم انني اشتقت لكم كثيرا كثيرا اخواني الكرام، بالرغم من نقص تفاعل هذه الايام في القناه، لكنني اشتاق اليكم دائما. اليوم اقدم لكم هذا المود الجرافيك الرهيب جدا، جرافيك AMG 3.0. لقد وضعت من قبلها جرافيك AMG 2.0، لكن هذا 3.0 جرافيك رهيب جدا 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 واقعي، ويشبه جرافيك لعبة GTS V كثيرا. انظر اخواني الكرام، سوف اجعل الطقس سوف اجعله ممطرا لكي ترون الجرافيك على حقيقة اخواني الكرام، كما ترون هنا اخواني الكرام الجرافيك رهيب. اذا اخواني الكرام سوف اداكم تشوفون المزيد في هذا الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في قناتي، وان اردتم المزيد من الفيديوهات ما عليكم سوى تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على القناة. الان اخواني الكرام سوف اقوم بتوديعكم واقول لكم الى اللقاء، سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.